طلعوا على المنظر، باذنجان مقلي وجبن بارميجان وجبن موتزاريلا دايب مع الحبق وصوص البندورة. بونيشيما. بونجورنو توتي، بونجورنو يا بلدي، اي بونجورنو لكل عربي وين ما كان. اليوم وصفتنا اسمها بارميجانا دي ملانزاني بالايطالي، من الاطباق المفضلة عند الشعب الايطالي. تابعوني لأقدم لكم طريقة التحضير. مثل ما انكم شايفين هذه المواد اللي لازمتنا لوصفتنا لليوم. انا عندي جبن تيزا، الموتزاريلا تيزا، في اللي بتستعملوا اي نوع جبن تيزا، البارميجانو المبروش، انتم فيكم تستعملوا كمان اي نوع جبن مبروش، البازيليكو او الحبق التيزا، وصلصة البندورة، ومثل ما انكم شايفين ملح وفلفل. والمادة الرئيسية لوصفتنا هي الباذنجان. بعد ما غسلت الباذنجان هلا راح اقطعه. بفضل شيل نص القشرة بهالطريقة، مو كل القشر. مثل ما انكم شايفين هلا بدنا نقطع شرايح. انا بقطع شقفة من الباذنجان هيك، هلا بنحطها بصير راكزة معنا اكثر. بنقطع الباذنجان تقريبا بهالسماكة، ما لازم يكون سميك مثل ما انكم شايفين، يكون بهالسماكة. مثل ما شفتوا بعد ما قطعنا الباذنجان هلا بنجيب مصفي بنبلش نحط الباذنجان بهالطريقة. بنحط الباذنجان بهالطريقة. أنا في عندي ملح خشن، بنحط شوية ملح خشن بهالطريقة على وجه الباذنجان. شيء بسيط، نرجع بنكفي بنفس الطريقة. وبنحط ملح خشن، بنرجع بنحط آخر قطع من الباذنجان. وبنحط شوية ملح خشن مثل ما نكون شايفين، شيء بسيط. مثل ما شفتوا بعد ما صفيت الباذنجان وحطيت عليه ملح خشن، هلا بدنا نحط عليه وزن لحتى نكبسه. انا راح استعمل صحون، ما في عندي شيء ثاني احطه. هالي وزنه كثير منيح، راح خليهم تقريبا شيء ساعة. هيك بهالطريقة نحن بنكون عم نتخلص من نسبة من المي اللي بتكون موجودة بقلب الباذنجان، ومنتخلص من طعمة المرار اللي موجودة بالباذنجان. اوكي، انا بعد ما خليتهم تقريبا ساعة، هلا انا راح اغسلهم ونشفهم لحتى اشيل عنهم الملح. هلا بدنا نرجع ننشفهم. مثل ما شفتوا بنحطهم بهالطريقة على ورق لحتى ننشفهم. مرات بنحط كمان ورق ومنكفي بهالطريقة. وبنحط ورق هيك بهالطريقة، بنخليهم تقريبا بس شي 10 دقايق حتى الورق يتشرب كل المي اللي موجود على الباذنجان. مثل ما شفتوا انا هلا صار الزيت عندي حامي، حميت الزيت لنقلي الباذنجان. تقريبا بعد ما خليتهم شي 10 دقايق هلا صار عندنا الباذنجان جاهز. مثل ما انكم شايفين انا جهزت شوية طحين. هلا الباذنجان بدي مرقه بالطحين بهالطريقة واقليه بالزيت. مثل ما شفتوا بس تمريقة بالطحين مثل ما انكم شايفين هيك بهالطريقة بكفي. بدنا نقليهم بهالطريقة. هلا بنكفي قلي. انا بالنسبة لهذه الوصفات بفضل اخلط الطحين الابيض مع السميد الناعم، طحين الفرخة. الكمية تقريبا نص بنص.
مثل ما شفتوا من وصلنا لهذا اللون هلا بنشيلهم من الزيت. بنصفيهم شوي من الزيت. بعد ما صفيناهم شوي من الزيت هلا بنشيلهم وبنحطهم. هلا بنبلش تطبيق بوصفتنا البارميجانا. هلا اول شيء الجبنه التازه الموتزاريلا التازه راح اقطعها على شكل مربعات صغيره. بنحاول نقطعها بهالشكل. راح ارجع احطها بالصحن. وراح اقطع واحدة تانية. انتو كمية الجبن طبعا فيكن تحطوا الكمية اللي بدكن اياها بهذه الوصفة. واحدة ما راح اقطعها راح اخليها على جنب. سنين توم راح اعملهم كريمة مع شوية ملح. التوم بهذه الوصفة بتطلع غير شكل. راح احطهم بصوص البندورة واعمل لهم تحريكة. هلا راح استعمل صينية ازاز. انا هذه بستعملها حتى للفرن. فيكم تستعملوا اي صينية مربعة مستطيلة شو ما كان نوعها بس تكون للفرن. راح نبلش تطبيق بالوصفة. هلا اول شيء بناخذ شوية صوص البندورة وبنحطه بالصينية بهالطريقة مثل ما انكم شايفين. هلا بنجيب الباذنجان ومنبلش نمد فيها. بعد ما عملنا اول طبقة بالباذنجان هلا بنرجع بنحط صوص البندورة. بنحط الجبن اللي قطعناه موتزاريلا تيزا. هلا بنستعمل البارميجانو المبروش. طبعا انتو فيكن تستعملوا اي نوع جبن مبروش، الاجبان اللي بتكون متوفرة عندكن بكل بلد. هلا بنحط شوية بازيليكو الحبق. هلا بنرجع بنعمل طبقة تانية بالباذنجان. مثل ما شفتوا بعد ما عملنا طبقة تانية بالباذنجان هلا بنرجع بنحط صوص البندورة وبنحاول نغطي كل الباذنجان بالصوص. مثل ما انكم شايفين ما لازم يكون كتير كتير صوص. بنرجع بنحط موتزاريلا التيزا، البارميجانو المبروش، الجبن المبروش، وبنرجع بنحط شوية حبق بهالطريقة. بنرجع بنعمل طبقة تانية بالباذنجان. بنرجع هلا بنحط صوص البندورة. بعد ما عملنا ثالث طبقة بعد ما بنحط الصوص بنحط رشة ملح وبنحط كمان رشة فلفل أسود. هلا بنكفي شغل بالجبن التازة. بنحط البارميجانو المبروش. بنرجع بنحط الحبق. وبنرجع هلا نعمل دور رابع بالباذنجان المقلي. بنحط صوص البندورة. بنحط الجبن التازة. بنحط البارميجانو. بنقطع ورقتين حبق. وبنرجع بنعمل الطبقة الخامسة.
بنحط رشة ملح على الباذنجان، صوص البندورة، الموتزاريلا التازة، البارميجانو، نرجع بنحط شوية بازيليكو، الحبق. مثل ما شفتوا طريقة كتير سهلة. نعمل آخر طبقة باذنجان مثل ما انكم شايفين، هالي آخر شيء ضلوا عندي تقريبا بيطلعوا على القد، صاروا 6 طبقات. نرجع بنحط صوص البندورة. بعد ما غطينا الباذنجان بصوص البندورة بنحط رشة ملح ورشة فلفل، فلفل أسود. الجبن التازة بفضل شقفه بإيدي. هلا بالنسبة للوجه لازم ندعمها مظبوط بالجبن. نحط البارميجانو المبروش. هيك مثل ما انكم شايفين خلصنا من تطبيق وصفتنا البارميجانا. شفتوا على المنظر؟ بس هلا بتشوفوا بعد الشوي كيف رح تكون. مثل ما انكم شايفين هلا حطيتها بالفرن على درجة 190 درجة لمدة نص ساعة. مثل ما انكم شايفين هيدي النتيجة بعد 10 دقايق، بلش الجبن يدوب ويتحمر. مثل ما انكم شايفين لسه 3 دقايق بينتهى وقت الطهي. مثل ما شفتوا هلا انتهى الوقت. رح فرجيكم عن النتيجة. مثل ما شفتوا بعد 30 دقيقة نص ساعة بالضبط هذه النتيجة. هذه ما بتتاكل مباشرة من طلعت من الفرن. بدنا نخليها ربع ساعة وبعدين منقطعها ومندوقها. مثل ما شفتوا انا عملتها ب6 طبقات باذنجان مقلي. طبعا فيكم تعملوها ب3 طبقات او ب4 طبقات، مو ضروري ب6 طبقات، حسب كيف بتكونوا مقطعين الباذنجان. كل ما قطعتوه رفيع بيطلع معكم طبقات اكثر، حتى فيكم تقطعوه اسمك بشوي كمان بتطلع طيبه نفس الشيء، بس بالقليله لازم تكون 3 طبقات. تركتها تقريبا ربع ساعه، هلا صار فينا نقطعها وندوقها. هلا انا بفضل اني اقطعها بالسكين اول شيء بهالطريقه. هلا بناخذ قطعه هيك بهالطريقه. طلعوا على المنظر. الجبن كلياته دايب. بنحط عرق حبق هيك على الوجه. باذنجان مقلي وجبن بارميجان وجبن موتزاريلا دايب مع الحبق وصوص البندورة. رح دوقها. بونيشيما. بأقرب فرصة جربوها لهيدي الأكلة لأنها كتير 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 طيبة. إذا بدكم هذه بدها خبز عربي. بدها أكلة بالخبز بهالطريقة. مثل ما بيقولوا عنا بالبلد تغميس تغميس. كتير طيبة كتير طيبة، لازم تجربوها على الأكيد. هذه لازم تجربوها. إذا عجبتكم الوصفة اشتركوا بقناتي وتابعوني. حضن كبير للكل.